انا عارف ان في ناس اتخضت من الحلقه اللي فاتت، عشان كده هبدا افصص الموضوع وابسطه اكتر لان الكلام مهم فعلا. فخلونا النهارده نبدا كده بالصلاه على النبي ونلقي نظره عامه عن المهارات الاساسيه او عده الشغل الضروريه للتفكير الناقد. ناس كتير بتتخيل ان التفكير الناقد هو انك ببساطة تحلل منطق الكلام والحوارات والنقاشات عموما، اللي هي المهارات اللي بيقيسوها في الاختبارات اللي بتتعمل في الدول المحترمة قبل دخول الجامعات او عمل دراسات عليا، زي اختبارات الجيمات او غيرها من الاختبارات حسب تخصص الكلية. والمهارات دي مهمة اكيد، بس ما نقدرش نقول ان التفكير الناقد بيعتمد على المهارات دي بس، الموضوع اكبر من كده، لان الواحد ممكن جدا يكون شاطر في المنطق والنقاش والجدل ويعرف يلعب معاك ماتش بينج بونج فكري زي الفل، بس في نفس الوقت معوق فكريا، هتلاقيه بيستخدم المنطق عشان يبرر انحيازاته الفكريه مش عشان يدور على الحقيقه. ليه ده بيحصل؟ ده اللي عاوزين نعرفه النهارده. خلونا نبدا بسؤال، هو التفكير النقدي ده هدفه ايه اصلا؟ ايه لازمته؟ لازمته وهدفه وفايدته هو انك تقدر تميز الحقيقه وسط الهري الكتير، تطلع الزتونه وبناء عليها تقدر تصدر احكام صحيحه على الامور وتاخد قرارات على اساس صحيح في حياتك. سهله ايه؟ امال معقدين الموضوع ليه يا عم؟ ما هو الكلام بسيط اهو، هو الكلام سهل، انما المشكله ازاي نقدر نعمل ده؟ ايه المهارات المطلوبه؟ ايه اللي محتاجين نتعلمه عشان نقدر نعمل ده؟ في عندك 5 اعمده اساسيه بيقوم عليها التفكير الناقد، لانها عمليه ليها ابعاد مختلفه. الاعمده دي هي المنطق، النقاش بالحجة، البلاغة والمهارات اللغوية، انك تقدر تعبر عن افكارك بكفاءة، ان يكون عندك معلومات كافية عن الموضوع وتاريخ الاراء المختلفة حوالين الموضوع، وفهم الدوافع ونفسيات البشر عموما وتحيزاتهم في التعامل مع الموضوع. دي الاعمدة الاساسية للتفكير النقد. ممكن نضيف عليهم عمود سادس وهو الابداع، بس ما هوش عمود اساسي يعني، لو الخمسة دول موجودين الدنيا بتمشي برضو. الاعمدة دي كلها بتتفاعل مع بعضها وبتكمل بعضها، وعادة النجاح في استخدام اي عنصر من الاعمدة او العناصر الخمسة دي محتاج انك تستخدم باقي العناصر معاه، مفيش حاجه بتشتغل لوحدها بمعزل عن الباقيين، يعني تقدر تعتبر ان الخمس عناصر دول عده الشغل بتاعتك اللي بتقدر توظفها مع بعضها حسب مهارتك في استخدامها في المواقف المختلفه، لان كل موقف بيتطلب تركيبه مختلفه من المهارات دي بنسب مختلفه، يعني المهارات اللي انت محتاجها مثلا عشان تحل فزوره مش زي المهارات اللي محتاجها عشان تكتب ايميل لمديرك تقنعه بانه يزود لك مرتبك، مش زي المهارات اللي انت محتاجها عشان تقود وتاثر في مجموعه من الجنود في معركه، مش زي المهارات اللي محتاجها عشان تحلل تقرير صحفي بيتكلم عن مدى مصداقية الأعداد المعلنة لإصابات كورونا في مصر. كل حالة من دول بتحتاج عمود من الأعمدة الخمسة أكتر من الباقيين، يعني مثلا البلاغة والمهارات اللغوية مش هتحتاجها عشان تحل فزورة، بس هتحتاجها جدا عشان تقنع مديرك يزود لك مرتبك، أو عشان تأثر في الجنود اللي تحت قيادتك في ساحة المعركة. معلوماتك عن خلفيات مجال معين مثلا مش شرط تفيدك في مجال تاني، يعني خبرتك العسكرية كقائد في ساحة المعركة مش هتنفعك في حاجة وانت بتحلل تقرير صحفي عن مدى مصداقية الأرقام المعلنة عن حالات الإصابة بكورونا في مصر. بعض مهارات التفكير الناقد عامة ومجالها واسع، وبعضها دقيق وبيفيد في مجالات محددة أكتر من غيرها، عشان كده ممكن نفس الشخص يكون مفكر ناقد شاطر جدا في مجال معين بس مش قد كده في مجال تاني، لانه محتاج تركيبة مختلفة بالنسب المهارات الخمسة اللي قلنا عليهم، لان الناس بيختلفوا من حيث القوة والكفاءة في الخمس مهارات دول، مش كل الناس زي بعض. هتلاقي واحد شاطر جدا في حل الفوازير والالغاز لكن قدراته ضعيفة في انه يناقش الناس ويقنعهم بوجهة نظره لان عنده مشاكل في فهم الدوافع النفسية للناس عموما. هتلاقي حد شاطر جدا في النقاش والجدل بس بيحول النقاش لماتش مصارعة لازم حد فيه يقصف جبهة التاني ويجيبه لمس اكتاف، فتلاقيه هجومي وبيركز على ابراز نقط الضعف اللي عند الطرف الثاني وتلاقيه دفاعي جدا عن مواقفه بغض النظر هي صح ولا غلط. الحاجه اللي بتخليه ممكن يفحم حد ويعلم عليه بس يفشل في انه يقنعه بفكرته. وممكن تلاقي واحد خبير ومتميز جدا في مجال معين فيبدا يتخطاه ويتكلم في مجالات تانية كانه متخصص فيها برضه بنفس الثقه، بيتكلم كحد متخصص مش كلام حد عنده ثقافه عامه في الموضوع وبيتكلم بشكل عام. وغيرها كتير من الامثله اللي ممكن نقابلها بتبين قد ايه الناس بتختلف مستويات قوتهم وضعفهم في مهارات التفكير الناقد المختلفه، للدرجه اللي بتخلي نفس الشخص قوي كمفكر ناقد في مجال بس ضعيف في مجال تاني، غير طبعا شخص بيكون متمكن من المهارات كلها عموما وشخص تاني بيكون ضعيف فيها كلها عموما. عشان كده جزء اساسي من التفكير الناقد هو انك
تقدر تقيم الموقف اللي انت فيه وتعرف قدراتك ايه وايه المهارات اللي محتاجها الموقف ده، وهل انت بتمتلكها وقوي فيها ولا لا. لان في مهارات بتكون مهمة في مواقف معينة واقل اهمية في مواقف تانية. عشان كده جزء مهم من مهارات التفكير الناقد انك تقدر تميز ايه المهارة اللي انت محتاجها في الموقف ده تحديدا، وايه المهارات اللي مش هتفيدك فيه، وانك تقدر تستخدم المهارة دي في التعامل مع الموقف ده. خلونا هنا ناخد مثال من الواقع ممكن يزعل ناس، بس حاولوا تفهموا الكلام بشكل موضوعي ومن غير حزازيات، لان مش مقصود بيه إهانة حد ولا التقليل من قيمة حد. في ناس عندهم مهارة عالية في استخدام المنطق ومهارة عالية في استخدام اللغة، خطيب مفوه، دي مهارات مهمة جدا. لكن في ملعب السياسة هل المهارات دي كافية؟ هل السياسة منطق وخطابة وبس؟ من الحالات اللي الواحد ممكن يدرسها كمثال على ده تجربة الشيخ حازم أبو إسماعيل في محاولة دخول معركة الانتخابات الرئاسية بعد الثورة. الشيخ حازم كان سابق كل بالفعل، لأن كان واضح إن كان عنده دراية بالتاريخ وقراءة للحاضر تخليه كان فاهم من البداية إن الثورة كانت في الحقيقة انقلاب بتخطيط ناس من المخابرات الحربية بواجهة شعبية، بس الأمور فرطت منهم لفترة. عشان كده من أول يوم كان هو الوحيد يمكن اللي نادى الناس ما تمشيش من الميدان. لهذا أقولها صريحة مدوية، هذا يوم الزحف، والفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر عند الله، والذي يترك الميدان والقاعدون الله تبارك وتعالى نكل بهم في القرآن الكريم لأنهم قاعدوا. كرامة أبي وكرامة جدي وكرامة أبو جدي، الأجيال التي كلها ضربت وسحقت، صارت أمانة في يد هذا الشاب وفي يد هذا الشاب وفي يد هذا الشاب. لن نعود حتى نطهر هذه الأرض ونطهر هذا الشرف، حتى لو سارت دماء على هذه. واسمعوا يا اخوان، انتوا بتروحوا ليه؟ حاولوا ما تروحوش، حاولوا انكم تاتوا بالناس. 6 مليون بيخرجوا في مصر مش كفاية. على فكرة هما بينصبوا علينا يقول لك ايه 6 مليون في 85 مليون، وانا قلت لكم من شوية التمانين 85 مليون دول كتعداد نصهم المواليد والرضع، المواليد دول اكتر من 45 مليون. عدد العواجيز وعدد 12 مليون المعوقين وعدد معوقين اللي مش هيقدروا يخرجوا وعدد المواليد وعدد الرضع، ده شعب مصر كله بره. لكن مع ذلك انا بقول لكم من العار علينا ان يخرج في القاهرة 2 مليون بس، ده عار، لان كل واحد منا، وخلينا صراحة احنا مش هنجامل بعض، كل واحد مننا له واحد ما برضه ما بيخرجش، لانه لم تصل اليه بقدر الكافي الناحية الشعورية التي يجب ان تكون. ان جريمتنا نكراء، لذلك حرب المنشورات التي تنشر الوعي، هم سايبيننا سخنين هنا وبيبردوا الدنيا من حوالينا. والتواجد غدا قبل بعد غد في كل ميادين مصر، القاهرة، في كل ميادين القاهرة، وان نتمدد الى المواقع التي حولنا من سكنية وبين شوارع وعمارات، لابد ان يشعروا انه من الصعب ان يخططوا ضد بقعة مكشوفة، ولكن احذروا ان تتركوا هذه البقعة، فلقد صارت رمزا وصارت بلورة وصارت دورة، لكن لا يصح ان نكتفي بها. الشيخ حازم كان ماهر جدا في استخدام المنطق، وكان خطيب مفوه، صعب جدا تلاقي حد يقدر يجاري في النقاش. الوحيد اللي عنده نفس المهارات دي في الاعلاميين في رايي كان عمرو اديب، بالرغم من اختلافهم على مستوى القيم اللي بتحكم كل واحد فيهم، لكن بتكلم هنا عن المهارات بشكل مجرد. عشان كده الوحيد اللي سكت قدام الشيخ حازم لان عنده الذكاء الكافي اللي يخليه ما يدخلش نقاش معاه لانه عارف كويس انه هيخسر هو عمرو اديب، اللي لما استضافه في الاخر سكت وساب المذيع اللي معاه هو اللي يكمل الحوار، وهو اخذ موقف سلبي لانه عارف انه مش هياخد حق ولا باطل مع الشيخ حازم. طيب كلام جميل، على ارض الواقع بقى هل مهارات الشيخ حازم في استخدام المنطق والخطابه نفعته في انه يحقق حاجه على ارض الواقع؟ للاسف لا، لانه ما قدرش يميز، وهو المفروض انه راجل قانون، ان مصر مش بلد قانون اصلا، فبنى خطته كلها على انه هيستغل ثغرات في القانون ويجيب حكم محكمه يخلي اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه تقبل اوراق ترشحه، مع ان المفروض انه يكون عارف كويس جدا ان الموضوع ماشي بالمزاج مش بالقانون. فالمخابرات سابته براحته خالص يحشد الناس ويدير حمله انتخابيه، وفي الاخر هدت كل ده بخطوه بسيطه جدا بانها استغلت بطحه جنسيه والدته وطلعت الكارت ده
فطلع من سباق الانتخابات، وفي النهاية تم اعتقاله لأن عنده سلاح خطير جدا، وهو القدرة على حشد الناس عن طريق الخطابة والمنطق. ده مثال بسيط على ازاي مهارات معينة مش هتنفع نهائي في معارك معينة. عندنا بقى النموذج المقابل، السيسي ما عندوش لا تمكن من المنطق ولا مهارات خطابية ولا بلاغة، ولكنه متمكن من أدوات اللعب على الأرض في الضلمة، فبلع البلد كلها في كرشه من غير ما يتكلم كتير. الحاجة اللي بتقول لنا ان جزء أساسي من مهارات التفكير الناقد ان يكون عندنا مهارة اننا نشوف جوانب النقص اللي عندنا، زي ما بنقدر نشوف جوانب التميز والقوة اللي عندنا، الحاجة اللي نادرا ما حد بيتكلم عنها. دايما الكلام بيكون عن اكتشاف جوانب القوة وبس، ولكن في الحقيقة أهم من اكتشاف نواحي القوة إننا نبقى شايفين نقط الضعف اللي عندنا. عشان كده أنا دايما بقول محدش هيقدر يجرب شعور إنه يكون بيفهم إلا لو كان جرب يعرف إمتى إنه مش فاهم. الحاجة اللي قد تبدو بسيطة وإحنا بنقولها لكنها في الحقيقة حاجة نادرة جدا. نادر إن حد يبقى مش فاهم ويبقى عارف إنه مش فاهم، وما أكتر الناس اللي بيتكلموا النهاردة في أمور وهم مش فاهمينها. بس مش دي المشكلة، المشكلة إن هم مش مستوعبين ولا حاسين إن هم مش فاهمين الموضوع اللي بيتكلموا فيه أصلا، ويستغربوا جدا لما تقول لهم ده. الحاجة اللي بتأكد أهمية إننا نتعرف على المغالطات والتحيزات الفكرية أو الصراصير اللي في المخ عشان نقدر نرشها ونتخلص منها قدر الإمكان. دي كانت نظرة سريعة كده على المهارات الضرورية للتفكير الناقد أو أعمدة التفكير الناقد، وهنبدأ نمسكهم بعد كده عمود عمود في الحلقات الجاية، عشان بس ما عقدش الموضوع والناس تتخض منه زي اللي حصل في الحلقة اللي فاتت. فخلينا كل حلقة كده تبقى عبارة عن فكرة بسيطة صغيرة نتكلم عنها ونظلمهم في بعض بعد كده، ونشوفكم على خير إن شاء الله.